بالنسبة للخبر تلقينا عبر المجموعات ديال الواتساب اللي كان يعني كنداولوا فيها الاخبار مع بعض الاخوان الزملاء ديالنا الصحفيين والحقوقيين كذلك. يعني جينا للعلم كان العين الشفاء منطقه الفيده وانتم راك شفتوا معنا يعني هذا الجنين حديث الولاده اللي هو يعني توفى نتيجه الاهمال. وموضوعنا في هذه الحديقه هذه اللي هي جات كما كنقولوا في هذه لامباس هذا، واكيد غادي تكون الامور في علاقه غير شرعيه. وكنشكروا الامن الوطني، كنشكروا الطب الشرعي، الناس اللي يعني جاوا وقفوا على هذه الامور هذه، والان راه الامن تياخذ الاجراءات ديالو. ويعني رساله للناس اللي يعني اللي تيتخلاو ولا اللي غادي يتخلاو على الوليدات ديالهم سواء في العلاقات غير الشرعيه او ذلك، يعني يخليوا هذه الوليدات هذو يعيشوا، يعني راه رزقهم مع الله سبحانه وتعالى، وكاين اماكن اللي غادي ترعاهم وكله رزقه. حنا كنستنكروا هذه الجريمه اللي كتشاهدوا الان، وشكرا لكم. استاذ حنا كجسم صحفي يعني نعم. انت كفاعل جمعي وما نقدروش نحبسوا الناس على العلاقات غير الشرعيه فعلا، يعني احنا نحاولوا ننصحهم بيرتادوا شي حوايج اللي وقائيه، يعني الامور واضحه، الامور واضحه. هنا ما يمكنش نحبسوا حتى شي حد على شي حاجه، وانما من خلالنا، من خلالكم، من خلال يعني الناس اللي تتساهم في نشر الوعي لدى العامه ديال المواطنين. حنا تنقولوا للناس اللي غادي تقدم على القتل ديال واحد الجنين او الاجهاض ديالو او هذا، يعني راه كيرتكبوا واحد الذنب اللي هو كبير، اللي هو القتل في حق واحد الانسان. هذا هو اللي كاين، يعني حنا تنستنكروا هذه الامور وشكرا لكم. بالنسبه لنتوما كساكنه انا ما ساكناش فزان، انا واخا ما ساكناش هنايا انا تفزات، ملي شفت هادشي تفزات. بقى فيا السيده اللي ولداته وخلاته شي رساله ليها معايا، دابا باقا حيه وغتشوف غيالم ضميرها شويه. ونقول له انا حرام عليك من جهه الله، حرام عليك ومخليها للمشاش عياكلو وتدي تدي الذنوب. كان ياكل الكلب هي راه ياكلوا الكلب، راه كاين هنا الكلاب كاينين الحشاك المشاش. راه حرام على من جهه الله، ما خصهاش دير هذا الشيء. دابا كون خليته هنا وكاع ما شافوش اي يتكلم ياكلوا الكلب، الكلاب تيدوروا بزاف هنايا غادي ياكلوا. جاب الله الناس شافونا الناس بعدا دغيا بلا ما عرف شكون اللي جمع هنايا، تيشوفوا في رجيله محطوطه ديال الوليد ولا البنيه، وهذا الشيء اللي عطى الله خويا. الله ما عرفتوش وليد ولا بنيه، مجموع في ذاك الغشاء ديالو، باقي في الغشاء ديالو. يلا مولود الصباح محيدينو ليها، محيدينو ليها ولا ما ارتاح ليها هي ولا ما ارتاح. مش مثل السيدة راه باقي عامر بالدم، مش كيدون زعموا ولداتو بالليل ولا دابزو هنايا وخس دارت خلعاتو وطاح ليها. حد كبير هذا خاصو الطبيب، ماشي زعما ماشي ينوض يطيح بوحدو، لا خاصو الطبيب. شوف هادي اللي حيداتو لا ولا الله اعلم. بقيت انا غير الرجاله هنايا. تفضلي لي على جاينا عند صاحبتي هي كاينه لهي كاينه في عين الشفا غادي نشوفها. حتى قال لي واحد الراجل هنا قال لك حاطين شي دري، طليت على الشارع وانا نقول لي ما كاين حتى حد، قال لي لا دخلي لهذيك هذيك الجريده. قلت لي فين كاين شي جريده؟ قال لي دخلي راه كاينه لداخل. دخلت لقيت الرجاله جايين حتى هما تيعاودوا، لقيتهم هنا صف. قلت لك شي باس بك؟ قال لي راه حاطين هاد التربيه هنا حاطينها. تنطلع عليها تنشوف رجيلها، رجيلته ولا رجيلتها حاطاها في التراب وميته، وداك الغشاء كاين ليها، وديك سميتها باش محيدين هذيك سمع شنو هذيك هذاك ما عرفتش مصران ولا شنو هو، هو اللي كاين معاها صافي. وانا ندير انا يا ماشي نقول لك اولدي، انا يا قلبي تسد عليا والله ما نكذب عليكم. تقولي لهاد السيده اللي غتشوف هادي حرام، هادي حرام عليها من جهه الله، حرام عليها، ما خصهاش دير هكاك. مشي شات هزينهم في فامهم. سيري بنيتي كتاب عليك المكتوب، سيري سيري لداركم. ضروري ضروري هادشي ما فيهش اللعب، ضروري من العقاب. ايوا خاصها تهزو كتاب عليها، تهزو تتولدو وتعطي الناس عطاهم الله اللي كاينين مجوجين 20 عام وما لاقينش هاد الوليدات. ما خلا والله الا ما خلاو ما شربوا. هو لا هذا هو هذا اللي مغطي، اش قال لا وريه لينا، عمل هنا نعتي لينا